اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ الصحي، ولما نقول الاكل الصحي بيكون معانا بنحط في الاعتبار ان في صغير وفي كبير وفي ناس بيبقى في العائله وفي الاسره مش عايزين اكل صحي، يقول لك احنا ناكل وخلاه على الله. النهارده الاكل بتاعنا فيه تفاصيل كتيره. هنعمل البرجر النهارده، برجر العدس الاسمر. البرجر معروف لحمه او فراخ احنا كلنا عارفينه، ولكن لما نعمله عدس ابو جبه الاسمر وندعمه بكميه من الخضار بالتاكيد هيكون له طعم تاني. ولكن في تريكايه ازاي اعمل العدس الاسمر برجر، هنشوف مع بعض ازاي، مع الصويا، مع الفليفر من البصل، من الثوم، من البطاطس، حاجات كتيره يعني. معانا النهارده طبق مكرونه سلطه. لما نعمل المكرونه سلطه بنختار المكرونه اللي ذات الاشكال الهندسيه، فمعانا المكرونه الفيونكا احنا سلقناها وجهزناها معانا واخده تبريد مفاجئ بزيت زيتون، هنعملها سلطه بالخضار النهارده وندعمها بعصير ليمون وزيت زيتون. نيجي بقى للحلو النهارده بالجد، هو حلو صحي. الموز دلوقتي انا مش لاقي موز حلو في السوق، يعني لما تيجي عشان ادور على موز اكله في موز اشكال والوان بس مش مسكر. انا بحب الموز دايما يكون مسكر، فهنستغل الموز النهارده نعمله كيكه ونشوف ازاي نخليها بطعم فليفر حلو واخده طعم الفانيليا، طعم الشوكولاته. النهارده كيكه الموز النهارده بطريقه بسيطه وسهله، وهتاخد طعم الليمون بما ان الليمون دلوقتي مفيد جدا في ايام الصيف وايام الحر. مش عايز اطول حضراتكم لان الصحه تاج على راس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. فاصل ونكمل يا شباب. طيب انا عاد دلوقتي سلطه المكرونه، كلنا في المكرونه طبعا بناكلها بالبشاميل، مكرونه بالوايت صوص، مكرونه بالجمبري، مكرونه طاجن. ايه المشكله لما اخلي يوم في الاسبوع المكرونه دي سلطه واعملها سلطه بتكنيك عالي من الخضروات اللي عندنا زي الفلفله الملونه، زي الجزر المبشور، زي الطماطم، كل ده زيت زيتون، عصير ليمون مع السلطه، ويبقى انا حولت المكرونه لطبق صحي زي الفل. والمكرونه في تصنيعها مش تصنيع مفاجئ ولا يخد ولا حاجه، هو دي السميد الناعم بياخد زيت وياخد بيض، ده بالنسبه لتصنيع المكرونه. المقادير على الشاشه، مكرونه بشكل هندسي في يونكا، مكرونه بنا، مكرونه كواقع، دي موجوده في السوق اشكال والوان، بصراحه المصانع هنا بتتنافس في تصنيعها. ومعانا طبعا فلفله ملونه وبصل وتوم، عصير ليمون، جزره مبشوره، معدونس ناعم، مستارده، نقدر نضيف لها جبنه زي ما حسب الرغبه وحسب السعرات الحراريه المطلوبه في طبق سلطه المكرونه. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنجيب كسرولة كده زي الفل، ودايما طبق السلطه انا بقول ده لوحه فنيه، فرصه كل ام، فرصه كل ست بيت بتطلع الخبرة الطهوية اللي جواها، بتطلع الناحية الفنية الجمالية اللي جواها في طبق السلطة، وبيبان ده على السفرة وهي بتزوق الأكل وهي بتجرنش الأكل، ده مطلوب خلي بالك. اه نمسح كده الخامة بتاعتنا والترابيزة، طبيعي النظافة مطلوبة وخاصة وانت بتعمل السلطة، لأن طبعا الحاجات هنا مستوية وجاهزة، فتحط في الاعتبار سكينة نظيفة الحاجات دي كلها، غير لما بتدخلي الاكل النار. يعني اذا انت مثلا بتعملي اكله وهتدخليها النار هنا مفيش اي مشكله صحيا، ولكن بتعملي طبق سلطه يفضل كل ادواتك اللي بتشتغلي بيها تكون نظيفه عشان البكتيريا، وعشان ده طبق سلطه خلاص يعني جاهز اللي هو للاكل على طول مباشره. حلو الكلام. انا خلوها بقى ناخد شويه خضار كده نتسلى فيهم ونقطعهم بشكل هندسي حلو ونعمل طبق سلطه شكله لطيف وحلو. السكينه بتاعتنا معانا، معانا فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، تلات الوان دول نقطعهم كده. مش عاجبني طبعا الحاجات البيضة دي بشيلها، ده مطلوب. سكينه صغيره كده. طبق السلطه ده بيبقى كده بناكل وبندور على التفاصيل. بشيل الابيض ده كده مش عايزه، شكله ما بيبقاش لطيف في طبق السلطه على فكره. يتشال ده كده ونفس القصة هنا. شفت انا شغال بايه؟ بسكينة صغيرة، وده حاجات اكسسوارات عندك لازم تكون موجودة في المطبخ. المطبخ مش سكينة وخلاص، لا لازم تجيبي حاجات صغيرة كده زي ديت، بتفتحي جمبري عايزة تنضفيه. بتقطعي فواكه فروت سلط. شفت انا شغال السكينة في ايدي، بشيل البياض ده كده. تبقي شطورة كده في مطبخك يا ست الكل. شفتي الموضوع بسيط خالص. تعملي فاهيتا تتعمل بالفلفل، تشيلي كل حاجه زي كده. الحاجه دي بتترمي يعني ما بلاش تستخدمها.
تبقاش لطيفة، البذر بالذات يعني بتاع الفلفل. نفس القصة مع الفلفل الأخضر ده كده. الفلفل الأخضر البلدي بيبقى طبعا أقل من الفلفل العادي الأصفر ده كده في البذر بتاعه. تعالوا نقطع الخضار ده، نقطعه مع بعض ازاي، ولكن النظافة برضو مطلوبة كده أول بأول. مطبخك رايق، تقف رايقة في مطبخك زي الفل. آدي الخضار بنرصه فوق بعضه كده عشان تبقى تقطيعة واحدة بشكل هندسي. شفت أنا بعمل إيه؟ كل ده فوق بعض. الله. بإيدك كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي هنا التقطيعة دي مطلوبة. بالسكينة. سكينتك حامية. زي المنشار، شفت كلها تقطيعة واحدة. الله عليك. حلو قوي. تلاقي التقطيعة كلها واحدة. بناخد التقطيعة دي كده زي ما هي، بنحطها هنا. دور على بذر مش هتلاقي، نظافة موجودة. حلو قوي. دي معاها بصلاية بنفس الطريقة. بتقطع شرايح كده، مصطلحات الطهوية للحاجات ديت، شرايح، جوليان، سلايز. قطعها زي ما انا بقطعها كده. ما تشغلش راسك بالاسماء. قطعت بصله زي دي حلوه، بتفركيها بايدك كده قبل ما تحطيها عشان تتوزع بالتساوي. بالشكل ده كده. الله على طبق السلطه ده يا شيف، بجد بجد يستاهل. معانا جزر مبشور بنسقطه كده، معانا سنة شبت صغيرة بنسقطها كده، شوية بقدونس مفرومين بنحطهم كده، وناخد ده كله مع بعضه كده. ودي التركاية، بنحط عليهم زيت زيتون. حلوة أوي، هي دي السلطة أهي، زيت زيتون. فين المكرونة؟ اصبر على رزقك شوية. أعلمك إزاي تعملي طبقة سلطة مكرونة تاكلي صوابعك وراها. ده زيت زيتون. بنحط على زيت الزيتون ده شوية فلفل صغيرين، شوية الملح الحلوين. خلي بالك انت سالقة المكرونة بملح، اعملي كنترول في الملح هنا. فص توم زي الفل، وكل ده مع بعض يا شيف بإيدك معلش. وتقلبيهم جامد. مهمة دي جدا على فكرة. مع زيت زيتون بالشكل ده كده وانا شغال. المكرونة آخر حاجة تنزل تتقلب معاها. تاني توابلنا ملح فلفل. زي ما انا شغال كده زي الفل. استاذن حضراتكم، ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير. قلبنا تاسيس المكرونه بالشكل ده كده، تحط نوع المكرونه اللي انت حباه بالشكل ده وتقدر تقدميها لاولادك. حابه تحطي طبعا صدر دجاجه حلو عندك مسلوق زي الفل، تقدر تقطعيه وتحطيه في قلبيها حسب الرغبه يعني. نكمل موضوع السلطه بتاعنا. خدت الخضره قلبتها مع زيت زيتون مع توابلنا. عايز اغرف طبق سلطه شكله حلو. السلطه دي لوحه فنيه اهو. معايا مستردة بحط شويه مستردة على المكرونه بتبقى جميله. طبعا لو الكريمه اللباني في حاله لما انا ادخلها النار، باخد المكرونه اللي هي مسلوقه هنا مسبقا اهيت. دي مكرونه اهيت. طبعا اول ما بتستوي المكرونه ما بنصحكيش تغسليها، زي ما هي كده بتحط عليها زيت زيتون. شفت المكرونه نازله حلوه ازاي اهي. اي نوع مكرونه انت حباه مفيش اي مشكله. كل دول مع بعض بنجيب سرفيز التقديم، ونشوف برضو هنغرفه ازاي ونقدمه لحضراتكم. لازم بشكل حلو، شكل جمالي. ده سرفيز التقديم. عندك بيض مسلوق، هتاخدي بياض البيض وتقطعيه مع السلطه تبقى لطيف. دي كلها افكار انا بقول لك عليها احنا نقدر نعملها، وممكن احنا نتكلم عنها ونعملها. بيض مسلوق، بناخد البياض بتاعه وندخله على ليه على السلطه دي، بتبقى لطيفه طبعا. مش البيضه كلها. ده خس عادي. وعلى فكره في الاكل الصحي بالذات البرزنتيشن او الشكل مطلوب علشان نعوض
الدسامه ونعوض الحاجه بقى الزبده والحاجات اللي احنا عارفينها. ده مطلوب، خلي بالك ان الشكل الطبق يبقى شكل لطيف وحلو. ناخد المكرونه دي كده مع الخضره اللي احنا حطيناها، شفت ازاي؟ بايديا وحياه عينيا. شفت السلطه؟ سنه الشبت هنا عامله قلبان. الفليفله الملونه مع البصله المتقطعه شرايح، خدت عصير الليمون، خدت زيت الزيتون، شويه البهارات، المكرونه لطيفه وجميله، تاكل صوابعك وراها. نغرف الطبق ده كده، الله. كل يوم مكرونه بشاميل يا ماما، كل يوم مكرونه بالوايت صوص يا ماما، كل يوم مكرونه بالجمبري يا ماما، كل يوم مكرونه فرن يا ماما. طبق مكرونه هيلسي صحي. فين الزبده؟ ملهاش مكان بينا. فين الكريمه اللباني؟ ملهاش مكان بينا. زي الفل يا عم الشيف. الخس ده كده مطلوب، الشكل مطلوب ايا كان. نشيل كل حاجه دي من هنا ونوسع للكيكه بتاعتنا الحلوه. والله يوم اكل صحي زي الفل. مش عمليه توفير فلوس بقى دلوقتي او ان احنا نوفر في المصروف خالص. لو احنا جينا ندرس القيمه الغذائيه اللي موجوده في الاكل اللي موجود على السفره بتاعتنا، كل حاجه موجوده، اذا كان بروتين ولا نشويات ولا كربوهيدرات، اي حاجه بتدور عليها موجوده، ما عدا اللي هي الضاني وما عدا اللحمه الضاني وما عدا الفخده الضاني. حلو الكلام؟ بتضحكي، انا عارف. يعني ايه ارديحي يعني؟ المخرج بيقول لي ارديحي يعني. ما انت عارف، انا مش لما شفتش انت نص فرخه على السفره شرايح اللحمه ما يبقاش فيه اكل، بالعكس. خلي يوم في الاسبوع كده. الحلقه بتاعت النهارده ما فيهاش شغل، لا فيها شغل. فيها خبره طهويه، فيها خبره طهويه. خدت العدس ابو جبه، غسلته، بعدين سلقته مع شويه ميه، مع شرايح من البصل، مع شويه كمون، اتسلق بقى مهري. بسيبه يبرد خالص في الثلاجه، ويا ريت تسلقي العدس في كميه ميه قليله عشان ما تصفيش الميه بتاعته، عشان ما ينفعش اسلق العدس وبعدين اتخلص من الميه بتاعته، بالعكس الميه بتاعته كلها بروتين نباتي لطيف وجميل. فكميه سلق الميه او كميه العدس على قد كميه الميه عشان يبرد بنفس الكميه. وبعد كده ضفنا له الثوابت بتاعته اللي هي الصويا مع البرغل عشان يدينا الشكل ده كده، مع بطاطس مهروسه والبصله اللي انا اتحمرتها في قلب الزيت مع تومه مع شويه بهارات، وقلبتهم كلهم مع بعضيهم وعملت كام قرص من البرجر كده، واستوى في الفرن. طلعناه قدمناه من غير عيش، مع جبنه، مع طماطم، مع خيار مخلل حسب الرغبه. عملنا طبق سلطه لطيف وجميل، صراحه عاجبني جدا على فكره. المحتوى الغذائي بتاعته كتير قوي، خضروات مفيده في ايام الصيف دي. على فكره السلطه دي لما تتحط في الثلاجه ناكلها كده تبقى لطيفه، فيها عمليه التبريد لطيفه وجميله. تقدر تقدمي معاها بيض مسلوق، تقدمي معاها شرايح من التوست حسب الرغبه. عندك صدر فرخه حلو عايزه تدعميها، قطعيه وحطيها عليها جرنش، مفيش اي مشكله. ولكن نقف عند الكيكه الجميله الحلوه دي، عايزه كوبايه الشاي، كوبايه القهوه بتاعتي وبالف انا وشفا، ويبقى احلى افطار لجوزك قبل ما ينزل على الشغل. بوتاسيوم معادن موجود في الموز، بروتين حيواني، بروتين كله موجود في قلب الكيكه بتاعتي، لان العناصر الغذائيه اللي بتحتاجها الجسم موجود في قلب شريحه الكيكه بالموز اللي انا عملتها. ويبقى جوزك اكل الصباع الموز الصبح بطريقه غير مباشره. الصحه تاج على رؤوس الصحه، والوقايه خير من العلاج. مهم جدا يا ست الكل تكتبي على باب الثلاجه بتاعتك يوم الاحد من كل اسبوع اكل صحي. ازاي؟ انا اتابع الشيف المغازي بس على القناه الاولى والفضائيه المصريه، واقدر اعمل من الفسيخ شربات من قلب الثلاجه، هعمل اكل صحي. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.